خلينا نبتدي بترند الاهلي ونتكلم ونشوف ايه ابرز الامور اللي كانت على السوشيال ميديا، وتحديدا عايز ابتدي بمستر بيتسو موسيماني واللي كتب على حسابه على تويتر، كتب وتحدث عن احترام اللي بيمنحه النادي الاهلي ليه ولجهازه المعاون. ده امر كان مهم جدا، يعني بيقول نادي القرن منح لنا احترام كبير جدا، وده امر طبيعي من قبل النادي الاهلي اللي بيحترم كل الموجودين سواء داخل النادي او خارج النادي. في كل الاحوال دي سمه اساسيه عند النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف جزئيه اخرى بتتعلق بمباراه اليوم بالتحديد من صفحه يلا كور على انستجرام، واللي بيتكلموا على التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي والمقاولون. تشكيل النادي الاهلي تحديدا في حراسه المرمى زي ما هم كاتبين ومتوقعين: محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين مساكين، اعتقد هم اقرب اثنين يكونوا متواجدين في المركز ده في ظل الغيابات اللي موجوده. احمد فتحي ممكن جدا فعلا النهارده يلعب كظهير ايسر، في المقابل محمد هاني هيكون ظهير ايمن. في نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، قدامهم محمد مجدي قفشه والثلاثي الامامي اليو باجي، محمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو. ده مجرد تشكيل طبعا متوقع من صفحه يلا كوره. خلينا نروح لصفحه اخرى وهي صفحه سوبر كوره، واللي ايضا بيتوقعوا التشكيل الخاص بالنادي الاهلي في مباراه اليوم واولى مباريات مستر بيتسو موسيماني مع الفريق. في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد هاني مساك، هم هنا متوقعين محمد هاني يكون مساك بجانب ياسر ابراهيم، على ان يكون احمد فتحي ظهير ايمن وايمن اشرف ظهير ايسر. بالمناسبه في كمان محمود وحيد مش عايزين ننسى متواجد في المركز ظهير الايسر، ممكن يشارك بشكل اساسي اذا كان متواجد في القائمه يعني. وفي نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم محمد مجدي قفشه، حسين الشحات اللي بيعود لمستواه تدريجيا بعد الاصابه، كهربا واليو باجي. ده ايضا كان توقع اخر من حساب سوبر كور. خلينا نتكلم عن كمان نتائج اخر 10 مواجهات بين الاهلي والمقاولون، وده اللي بيتكلم فيه حساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقولوا اخر 10 مواجهات كانوا كالاتي: الاهلي 2-0، كمان فاز على المقاولين 3-1 وخسر مباراه، في التوتال خسر مباراتين الاهلي في اخر 10 مواجهات، في المقابل الاهلي فاز في 8 مباريات. والنتائج زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه: 2-0 للاهلي، 3-1 للاهلي، 1-0 للمقاولين، 5-2 و3-0 و2-0 و2-0 و3-0 و3-1 للاهلي. في المقابل المقاولون فاز بنتيجه 1-0 في مباراه اخرى من ضمن احدى المباريات في اخر 10 مواجهات.